سيادة الوزير، وزير الشباب والرياضة، والسيدة الوزيرة مدير البيئة، وعشان ندعم مشروع استدامة النقل في مصر، ونقول إن العجل حاجة مفيدة وحاجة كويسة بدنيا ونفسيا، ونشجع البنات إنها تركب العجل. نعمل فكرة إن أي حاجة فيها ضربات بنروح نتحرك فيها، ونحاول إن احنا نظهر بصورة كويسة وننظم الحدث كويس، ونقوم بنشوف اثنين أو ثلاثة ثلاثة تمام، وبنعمل مراسمات وسباقات، وبنعلم البنات تركب عجل والولاد تمام، وبنفهمهم إيه الجوانب الإيجابية للموضوع. لأن العجل النهارده بقى مختلف تماما عن العجل زمان، بقى فيه عجل معدن بتاعه الالومنيوم غير العجل الحديد بتاع زمان اللي كان فيه ممكن حد يسافر بالعجل الالومنيوم دي يروح بيها مسافه طويله، يسافر بيها يروح القاهره ويرجع، يروح بلد لو مثلا بلد 20 30 كيلو هيبقى سهل ان هو يروح ويرجع بالعجله. فنخليهم يجربوا عشان يعرفوا الحاجه الجديده اللي هم ممكن يكونوا يعرفوها.